تركيا دخلت في يومها الثالث في عملياتها العسكرية التي أطلقتها تقريبا قبل 72 ساعة من الآن ضد حزب العمال الكردستاني، وحققت تقدما مهما جدا في هذه العملية. وإذا ما أردنا أن نتعرف على كل هذه التفاصيل وما يجري ولماذا تجري هذه العملية العسكرية باختصار، فبالنسبة إلى حزب العمال الكردستاني أساسا هو تم تأسيسه في عام 1978، وبعد ذلك كانت هنالك عدد من التطورات التي تجري في الثمانينيات طبعا. وهنا إذا ما توقفنا في هذه الخارطة بهذا الشكل لكي نتعرف على المنطقة بشكل عام، سنلاحظ بأن هذه الحدود التي ترونها بهذا الشكل تقريبا هي الحدود الفاصلة بين العراق وبين تركيا، وهنا طبعا الحدود بين العراق وبين سوريا، وكذلك هذه هي الحدود العراقية مع إيران، الذي تم في عام 1980 بعد سنتين فقط من تأسيس حزب العمال الكردستاني. كانت هنالك توترات مستمرة بين الكرد وبين الجيش التركي، وبعدها بأربع سنوات مباشرة كان هنالك تطورا كبيرا وخطيرا في جنوب شرق تركيا بهذا الاتجاه. حزب العمال الكردستاني أعلن عن عملية عسكرية ضد الجيش التركي، وهذا ما أدخلنا بما فيه الآن. وطبعا قام الجيش التركي بالتقدم والتقدم بشكل كبير وتحرير هذه المنطقة بالكامل من حزب العمال الكردستاني، وحزب العمال الكردستاني آنذاك انسحب ووجد هنا في هذه الجبال، وهي جبال هاكورك بهذا الاتجاه بسبب هذه المعارك، وطبعا منها وصلوا إلى جبل قنديل الذي يعتبر طبعا هو المنطقة الرئيسية والمعقل الرئيسي لحزب العمال الكردستاني. ولكن هم لم يتوقفوا طبعا، مع مرور السنين حزب العمال الكردستاني استمر بتوسيع جبهاته وسيطر على هذه المناطق الشمالية بأكملها لسببين مهمين: من أجل الاستمرار بالضغط على تركيا والضغط على تركيا بشكل عال وتحدي تركيا على مستوى عال للغاية، بالإضافة إلى ذلك هي من أجل أيضا الربط مع سوريا بهذا الاتجاه. كان هنالك تقدما للفرع السوري من حزب العمال الكردستاني ألا وهو حزب الاتحاد الكردستاني، وبالتالي هم يريدون الربط مع سوريا وتوسيع الجبهة بشكل أكبر ضد تركيا. وبالتالي مع مرور السنين على المستوى العراقي، وعندما نتحدث عن المستوى العراقي إذا ما ابتعدنا بالقمر الصناعي قليلا لكي نفهم مناطق السيطرة التي وصلت لها ووصل لها حزب العمال الكردستاني، كما تحدثنا هم وصلوا إلى هذه المناطق الشمالية بأكملها، سيطروا عليها جبل قنديل، سيدة كان، وكذلك تقريبا هنا في أسوس بهذا الاتجاه أيضا يتواجدون، وكذلك سنجار وأيضا مخمور لمن لا يعرف عن هذه المعلومة. وبالتالي أصبح هنالك تماس وتواصل كبير جدا بهذه الاتجاهات مع سوريا وحزب الاتحاد طبعا الكردستاني بهذا الاتجاه، وأصبحت الجبهة موسعة تماما على تركيا بهذا الشكل. وبالتالي تركيا أصبحت أمام حل واحد ألا وهو يجب أن نقوم بعمليات عسكرية، وإلا حزب العمال الكردستاني دائما ما سيجد طريقه إلى التوغل في الداخل التركي. على هذا الأساس دعونا نتقدم الآن في القمر الصناعي قليلا إلى شمال العراق لكي نتعرف تماما على العمليات التي بدأت من أجل حل هذه المشكلة، على الأقل من وجهة نظر القوات التركية والجيش التركي. طبعا هذه هي الحدود لكي ننتبه إليها ونأخذ صورة واضحة بهذا الشكل لهذه الحدود لكي نفهم ما الذي كان يجري وكيف جاءت هذه العمليات. وعمليات طبعا هي بدأت منذ عام 2019، نتحدث عن عملية المخلب التي بدأت في عام 2019، ولكن الأهم منها هي التي بدأت في عام 2020، نتحدث عن عملية مخلب النسر. بالنسبة إلى القوات طبعا التركية تقدمت وسيطرت على هذه الجبال التي سحبت إليها طبعا قوات أو الحزب العمال الكردستاني، سيطروا على جبال هاكورك بهذا الاتجاه، وبعدها جاءت عملية مخلب. هذه مخلب النسر، كان هنالك مخلب النمر الأولى والثانية، وبالتالي في مخلب النمر هم تقدموا إلى مناطق ومنابع نهر الزاب بهذا الاتجاه، طبعا سيطروا عليها بهذا الشكل. وعندما أتحدث عن السيطرة هنا هي السيطرة بوضع نقاط عسكرية من أجل منع حزب العمال الكردستاني من التسلل إلى الداخل، وكذلك أيضا في هذه المخلب ومخلب النمر تمكنوا أيضا من السيطرة على حفتانين، جبل حفتانين الذي يأتي بهذا الاتجاه، وبالتالي حققوا فعلا نتيجة كبيرة جدا. ولكن بقيت هذه المنطقة التي ترونها أمامكم
هي الفراغ وهي المنطقة التي تسيطر ولا زال حزب العمال الكردستاني يسيطر عليها. وبالتالي بوجود حزب العمال الكردستاني هنا في جبال أو جبل متينة الذي يأتي بهذا الاتجاه هو يفتح خطرا ولا زال يمكن حزب العمال الكردستاني من التسلل. وبالتالي تركيا عليها معالجة هذا الأمر، وهذا يفسر تماما العملية التي نتحدث عنها التي هي بدأت وهي قفل المخلب طبعا، والتي جاءت على عدد من المناطق وهي أفاشن وباسيان بهذا الاتجاه وكذلك زاب، وهذه المناطق التي جاءت رغم وجود القوات التركية. القوات التركية تبحث من هذه العمليات زيادة النقاط العسكرية الموجودة في هذه المناطق لزيادة السيطرة بل محاولة طرد حزب العمال الكردستاني من هذه المنطقة. وعلى هذا الأساس بالنسبة للقوات التركية هنالك مهمة جدا ومهمة مهمة جدا في هذه المناطق. هنا طبعا قرية هورو وهنا العمادية وهذا جبل متينة الذي تحدثنا عنه، الهدف الرئيسي بالنسبة للقوات التركية. هنا طبعا دهوك وهنا زاخو بهذا الاتجاه، وهنا أيضا قرية أو منطقة مانجيش بهذا الاتجاه هي أيضا مهمة. وبالتالي حزب العمال يتمتع بهذه المنطقة التي يتواجد فيها بالعديد من الأمور، واحدة منها أن هنالك إمدادات إلى قرية هورو، بالتالي يقومون بهذا الإمداد المستمر إلى الداخل التركي أو إلى جبل متينة، وكذلك من العمادية بهذا الاتجاه لكي يكون هنالك اتصالا أيضا مع سوريا بهذا الاتجاه. لا بد من قطع هذه الخطوط، وبالتالي بدأت هذه العملية العسكرية، وجزء من هذه العملية العسكرية بنجاح، ونجحت فعلا القوات التركية من تحقيق العديد من النقاط العسكرية هنا في هذه المناطق. منذ يوم أمس جاءت المصادر المتداولة الأمنية تتحدث عن تحقيق نجاح في هذه المنطقة، وكذلك أن القوات التركية قامت بعملية إنزال في هذه المنطقة في قرية هورو بهذا الاتجاه، وسيطروا على الجبال التي تأتي تقريبا الجبال المحيطة في قرية هورو، لم يسيطروا على القرية نفسها من أجل قطع هذا الإمداد الذي نتحدث عنه. بل أيضا المصادر الأمنية تتحدث بأن القوات التركية تمكنت فعلا من أخذ نقاط حيوية ومهمة سيطروا عليها في جبل متينة بعد قصف مستمر على العمادية وكذلك على مانجيش بهذا الاتجاه. وبالتالي واضح جدا أن هنالك سيطرة جيدة بالنسبة إلى القوات التركية على الأقل حتى يوم أمس، وهذا يوضح تماما أن الهدف هو السيطرة وإغلاق هذه المنطقة، وقد يفسر لماذا هذه العملية يطلق عليها قفل المخلب. وبالتالي إذا ما ابتعدنا قليلا هنا بهذا الشكل سنلاحظ أن القوات التركية فعلا قد تكون بعد إنهاء هذه العملية وإقفال هذه المنطقة تماما سيمنعون حزب العمال الكردستاني من إيجاد أي طريق للوصول إلى طبعا الحدود مع تركيا أو إلى العمق التركي. قد يعني هذا بأن الهدف القادم بالنسبة إليهم سيكون سنجار، بالنسبة لمخمور ليس معروف كيف من الممكن أن يكون هذا هدفا بالنسبة إليهم. وقد هذا يفسر أن العملية العسكرية للقوات التركية فعلا تذهب مباشرة إلى سنجار في ظل أنهم بدأوا يقطعون طبعا الطرق على قوات أو حزب العمال الكردستاني، يريدون قطع الطريق بهذا الاتجاه، وبالتالي تصبح الأمور مختلفة على حزب العمال الكردستاني، وبدأ ويبدأ شيئا فشيئا يضعف، وقد يكون منها إلى قنديل بهذا الاتجاه لمحاولة للسيطرة عليه. وقد يكون هذا واحد من أصعب العمليات بالنسبة إلى قنديل بسبب الموقع الجغرافي الذي تتمتع به. السؤال الأهم الذي يطرح اليوم في العراق، أين هو العراق؟ أين هي السيادة العراقية؟ أين هي المواقف الرسمية بالنسبة للعراق؟ بالنسبة لوزارة الخارجية العراقية كانت واضحة للغاية، هي قامت بتسليم مذكرة احتجاج إلى السفير التركي، استدعته وأبلغته بهذه الرسالة بأنهم يرفضون تماما، العراق يرفض تماما التدخل التركي في العراق، وأن على القوات التركية وتركيا أن تحترم تماما السيادة العراقية، وأن تعلم تماما أن الحكومة العراقية تريد انسحاب القوات التركية تماما من الداخل العراقي. ولكن الأمر كان مختلفا قليلا مع حكومة إقليم كردستان، فالمتحدث باسم حكومة إقليم كردستان وجه اللوم مباشرة إلى حزب العمال الكردستاني، وقال بأن وجود حزب العمال الكردستاني هو الذي يتسبب بهذه المشاكل، وإن عليهم أن يتفاوضوا مع تركيا من أجل إنهاء هذه الأمور. تفاوضوا فيما بينكم، لا نريد أن يكون إقليم كردستان منطقة للصراع، لا نريد هذا أبدا.
وطبعا هذا الموقف بالنسبة لحكومة إقليم كردستان هو يأتي بهذا الشكل بسبب تحسن العلاقات جيد بين حكومة إقليم كردستان وبين تركيا، ونفس الأمر بالنسبة للحكومة العراقية، هنالك تحسن مميز بالنسبة لعلاقة الحكومة العراقية مع تركيا بشكل مباشر، حتى كانت هنالك أنباء قبل قليل بحديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يشكر الحكومة العراقية ويشكر السلطات أصلا في حكومة إقليم كردستان بالتعاون والموافقة على هذه العملية التي نتحدث عنها بكل تأكيد. وبالتالي هذا التحسن في العلاقات هو بدأ يأتي خاصة مع حكومة إقليم كردستان منذ شهرين، منذ شهر فبراير الماضي، والأمر متعلق في الطاقة بشكل مباشر، حيث أن مجموعة كار، شركة كار المهمة للغاية التي تهتم في الطاقة وفي النفط في استثمارات كبيرة جدا، وقعت اتفاقية قبل شهرين مع تركيا بحضور العديد من الشركات التركية وبحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وعلى هذا الأساس أساسا تركيا بخلال هذا التوقيع هي تريد الغاز الطبيعي أن يأتي من إقليم كردستان، هي تريد الغاز الطبيعي من إقليم كردستان لسببين مهمين. السبب الأول هو روسيا، وبسبب التدخل الروسي والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أصبحت روسيا معاقبة، ولم يعد من السهل أبدا بل من شبه المستحيل شراء الغاز الطبيعي من روسيا. والسبب الثاني أن تركيا واضح جدا أنها تريد استبدال استيراد الغاز وشراء الغاز الطبيعي من إيران، وذلك لأن إيران لا زالت متخبطة، لديها مشاكل كبيرة جدا فيما يتعلق بالقضية الاتفاقية النووية، يوما تنجح هذه الاتفاقية النووية ويوما تفشل والمستقبل مجهول، وممكن إيران تصل إلى القنبلة النووية أو لا تصل إلى القنبلة النووية، يأتي عنصرا من الحزب الجمهورية الأمريكي ليصبح رئيسا أو سيطرة في الكونغرس أو غيرها، يضغطون على إيران، وبالتالي مسألة الطاقة فيها مشكلة، يوما تستطيع شراء الطاقة من إيران ويوم لا تستطيع شراء الطاقة، وبالتالي في ظل هذه الأزمة مع الأزمة الكبيرة من روسيا لابد من إيجاد بديل وهو الغاز الطبيعي بالنسبة لإقليم كردستان، وهذه أساسا قضية واستثمار مهم جدا لإقليم كردستان. وبالتالي باستبدال الغاز وعى هذه المشكلة التي نتحدث عنها وهذا التوجه مع مجموعة كار قد يفسر تماما لماذا رأينا الصواريخ البالستية وهي تتساقط على إقليم كردستان من قبل الإيرانيين بشكل مباشر، واستهدفوا بهذا الشكل المنزل الكبير والفيلا الكبيرة الموجودة في أربيل بالصواريخ البالستية بدوافع وبحجج بأنها مقر تابع إلى الموساد الإسرائيلي، ولكن الآن القصة شيئا فشيئا بدأت تصبح واضحة، وهذه الفيلا هي تابعة إلى الشيخ باز رؤوف كريم وهو صاحب مجموعة كار التي وقعت الاتفاقية قبل شهرين في عملية إمداد الغاز وبيع الغاز وإمداد الغاز طبعا من إقليم كردستان مباشرة إلى الداخل التركي. وكذلك يفسر أيضا لماذا رأينا الصواريخ وهي تستهدف هذه المصفات الموجودة إلى شمال غرب أربيل، مصفات للنفط، تبين فيما بعد بأن هذه المصفات هي تابعة إلى نفس المجموعة، مجموعة كار التي يمتلكها ويملكها الشيخ باز رؤوف كريم. لم تتمكن هذه الصواريخ من اصطياد أو ضرب أو استهداف هذه أو إصابة هذه المنشأة، ولكن كان هنالك تهديدا كبيرا بأن عليكم ألا تمضوا بهذا المشروع، فنحن لا نريد هذا الأمر أن يتم بهذا الشكل. وهذا يأتي بسبب أن هنالك عزل ستقع فيه إيران بشكل خطير للغاية طبعا، وذلك لأن المحور الإيراني المحور الروسي سيعيش أزمة كبيرة، وبالتالي لأن بالنسبة لإقليم كردستان سيكون هنالك بيع انتعاش كبير جدا للغاز الطبيعي، ممكن أن يؤدي إلى استقلال العراق من ناحية الغاز، عدم حاجة العراق أيضا لشراء الغاز مع الظروف النووية، نحن أمام ظروف مختلفة قد تفسر العديد من الاستهدافات القادمة. وهذا أيضا قد يكون هو الهدف الغير رسمي أو الاستراتيجي بالنسبة إلى تركيا في هذا التوقيت في عملية الهجوم بهذا الشكل طبعا على الحزب العمال الكردستاني، ليس فقط لمنعهم من الهجوم على الداخل التركي، ولكن أيضا لتأمين خط أنبوب وخطوط أنبوب وإمداد الغاز الطبيعي إلى الداخل التركي. من تأمينهم من ماذا؟ تأمينه من حزب العمال الكردستاني، لأن حزب العمال الكردستاني اقترب كثيرا من إيران، وممكن إيران أن تعطي الأوامر لحزب العمال لضرب هذا الأنبوب، وبالتالي لا بد من تأمين هذا الأمر الذي يجري. وقبل هذه العملية العسكرية التي نتحدث عنها التركية، كان السيد
مسرور بارزاني وهو رئيس حكومة إقليم كردستان، أساسا كان في تركيا وقد التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتباحثوا عن العديد من الأمور. من هذه الأمور التي عرفنا منها هي مسائل متعلقة في الطاقة، ودليل على أن الأمور المتعلقة في الطاقة قد ناقشها السيد مسرور بارزاني في زيارته إلى تركيا هي زيارته اليوم إلى لندن إلى بريطانيا ولقائه برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بهذا الشكل، بل لقائه بوزير شؤون الطاقة والأعمال البريطاني كواس كوارتينغ بهذا الشكل، وناقشوا الكثير من الأمور المتعلقة في الطاقة. ورويترز أساسا أكدت بأن النقاشات التي جرت هنا هي متعلقة بشراء الغاز من إقليم كردستان من أجل استبدال الغاز الروسي بهذا الشكل، وبالتالي هنالك أهدافا استراتيجية. وهنا تطرح الأسئلة، ما الذي سيجري، ما الذي سيتغير في الفترة القادمة في ظل كل هذه التطورات التي نتحدث عنها؟ وهل هذا يعني بأننا أمام قصف أكبر في الداخل العراقي أم استقرار أكبر؟